بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنقدم لكم النهاردة إن شاء الله مقطع لمطبخ فورمي حراري، كبس حراري. المطبخ صغير بس ما شاء الله في شغل عالي جدا. ده الرخام هو عاملينه أسود مستورد، طبعا ده أعلى من الجلاكسي وأشيك من الجلاكسي كمان. وحضراتكم شايفين طبعا لمعته عالية جدا. ده الفورمي ده حامل كاسات، هو عاملين حامل كاسات للمطبخ. دون كمان الفورميكا الداخلي كمان، وعاملين 3 مفصلات كان معتاد، وده باكم، وده دولاب عاملينه للمقشات. ده طبعا دولاب المقشات اهو، ده حامل المقشات اهو الداخلي متثبت في قلب الدولاب. زي ما حضراتكم شايفين اللمعة. هو طبعا اللون لون المطبخ الاساسي كافيه، بس احنا سايبين عليه الاستيكر اللي بقى جاي على الفورميكا الحراري عشان الخدش لغاية ما أهل البيت يعني بيخلصهم. الرخام طبعا محبوك جدا على الرخام، ومتقفل كويس بسيليكون علشان التسريب، وطبعا معمول له رجول من تحت علشان برضو المية. وده حامل المناديل، ده حامل المناديل طبعا بيثبت في الدولف. الدولف محكومة جدا زي ما حضراتكم شايفين، عاملينها 3 مفصلات. المطبخ ما شاء الله يعني رغم انه صغير بس فيه شغل عالي جدا. طبعا يا رب ينال اعجابكم، ولو في اي استفسار طبعا الموقع على الفيديو.